أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل. البداية بالعناوين. مظاهرات واحتجاجات في جامعات مصرية على الأحكام الصادرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية تجاه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. نقوم حجم ردود الفعل وقدرتها على تغيير المشهد السياسي المصري ونحلل طريقة تعامل وسائل الإعلام المصرية مع حكم المحكمة. مظاهرات حاشدة لأنصار الحراك الجنوبي في اليمن للمطالبة بالانفصال. فإلى أي مدى تعقد المطالبة بالانفصال من المشهد السياسي اليمني؟ وهل يمكن أن يؤدي إخفاق الحكومة في مواجهة التحديات إلى جعل خيار الانفصال خيارا واقعيا؟ البابا يختتم زيارة تركيا ويعلن أن ما يقترفه المتشددون الإسلاميون خطيئة كبرى ضد الرب. نبحث في نتائج الزيارة وخلفياتها ونتساءل هل تسهم بالفعل مثل هذه الزيارات في حوار بناء بين الأديان؟ أهلا بكم. في مصر لا تزال ردود الفعل الشعبية والسياسية تتوالى عقب الأحكام الصادرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية تجاه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. انطلقت تظاهرات طلابية في العديد من الجامعات المصرية في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الأمن ميدان التحرير لليوم الثاني على التوالي ومنعت دخول المتظاهرين إليه. في الوقت ذاته شهدت بعض من وسائل الإعلام الرسمية والمؤيدة للحكومة تعليقات معارضة للحكم. نستكشف حجم وقوة رد الفعل المعارض لقرار المحكمة ونتساءل هل يمكن لذلك أن يغير المشهد السياسي الراهن، كما نسعى لتحليل طريقة تعامل وسائل الإعلام المصرية مع الحكم الصادر بشأن الرئيس المصري الأسبق. كل ذلك بعد هذا التقرير. ردود فعل تتداعى عقب تبرئة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. مظاهرة في عدة جامعات منها جامعة الأزهر والقاهرة وبعض الجامعات الإقليمية تزامنت مع إغلاق ميدان التحرير أمام حركة السير والمرور مع بعض محاولات من المتظاهرين للدخول إلى قلب الميدان. تداعيات واجهتها قوات الأمن بقوة حيث أغلقت محطة مترو أنفاق قريبة من ميدان التحرير في محاولة للسيطرة على الأعداد التي قد تتوافد على المنطقة. تبرئة مبارك أثارت ردود فعل متباينة لدى وسائل الإعلام المختلفة التي حاولت فهم أو إبراز ما قد يؤول إليه المشهد السياسي في البلاد بعد هذا الحكم. شفت ازاي بتاع 25 يناير عينك ما تشوف الا النور، ما اقدرش اكلم حد بالتليفون. لا يعني حضرتك شفت انه في ترتيبات داخلية وخارجية؟ انا شفت احداث كده كنت بتصور عليه، وخصوصا مع العشر سنين الاخير نقوله كانوا صعب. العشر سنين الاخرين ظهر فيها نتاج ال 20 سنه قبلها. مداخلة مبارك عبر فضائية خاصة أعقبتها برامج التوك شو المسائية التي أبرزت القضية والحكم فيها بوسائل عدة. كل دول بيستغلوا هذا الوضع وهذا الغضب لإشعال مزيد من الغضب، وهذا ما لا نريده. فاكر انت لما خرجت يوم 25 يناير 28 الناس بتقول عليك مجرم، بتقول دي ثورة مجرمين، تصدق؟ وتحية لثورة الشعب في 25 يناير، ننحني لهذه الثورة إعزازا وإجلالا وإكراما. عناوين الصحف الصباحية تناولت الموضوع من زوايا مختلفة وإن اتفقت جميعها على طرح سؤال واحد: إذا كان مبارك وأركان نظامه قد برئوا، فمن الذي قتل متظاهري ثورة يناير؟ وإن أبرز بعضها الإدانة السياسية التي وجهتها المحكمة لمبارك ونظامه. لسه الإعلام في مشكلة في التناول، أيا كان جزء كبير أو من الإعلام بيساعد في التوتر اللي بيحصل في البلد، لأنه كل واحد خرج يتكلم من واقع يعني مشاعره السياسية وشعوره بالإحباط لأنه في تبرئة حصلت، وده مش جيد، مش جيد لأنه أي حكم مهما كان سينتهك. ردود الفعل السياسية والشعبية على الحكم في قضية قتل المتظاهرين ما زالت تتوالى وسط مطالبات بلجنة تحقيق محايدة لتحديد هوية القاتل ومطالبات بمحاكم ثورية لنظام مبارك ونداءات بضرورة توحد القوى السياسية حول مطالب الثورة. عطية نبيل، بي بي سي، القاهرة.
للنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحامي الأستاذ خالد علي، أهلا وسهلا بك. ومن القاهرة الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا وسهلا. من القاهرة أيضا الدكتور صفوة العالم، الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أستاذ خالد علي عبر الهاتف، هل المظاهرات التي خرجت بالأمس واليوم مظاهرات منسقة؟ هي مظاهرات خرجت بشكل طبيعي بدون تنسيق مسبق، احتجاجا على صدور الحكم القضائي، واحتجاجا على المسار اللي الثورة كمان ماشية فيه حتى الآن، خاصة في ظل غياب مطالب هذه الثورة وبعدها عن التطبيق. على العكس تماما، سياسات بتتم على الأرض عكس هذه المطالب، سواء في المطالب السياسية أو المطالب الاقتصادية والاجتماعية. وعشان كده هو خروج عفوي بيطرح السؤال حوالين القاتل الحقيقي، وهو قاتل معروف، حتى ولو كانت الأدلة التي قدمتها النيابة أو قدمتها شرطة مبارك أدلة تساعدهم على البراءة، هو القاتل معروف. هي الداخلية هي التي قامت بعمل القاتل بالصوت وبالصورة، وكلنا كنا مشاهدين هذا الأمر. فمهما حاولوا أن هم يصنفوا جرائم مبارك من هذه الذاكرة، أو حاولوا أن يفرضوا عليها إطار قانوني بحكم قضائي عسى أن ينسى الشعب ما ارتكبه من جرائم، أعتقد أنها جرائم تفصح عن نفسها، تفصح عن نفسها في مستشفياتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا. أستاذ خالد، من له مصلحة فيما تقول؟ من له مصلحة في محاولة التعتيم أو رسم صورة غير الصورة الصحيحة من وجهة نظركم؟ الثورة المضادة اللي بيقودها عبد الفتاح السيسي هو جزء من نظام مبارك، وبيدافع عن هذا النظام باستماتة حتى هذه اللحظة، ولم يقدم لنا عكس ذلك. هو الذي برأ مبارك، وهو الذي أعاد لما مرة أخرى أحمد كمال الدين، وهو الذي أعاد فايزة أبو النجا، وهو الذي يمتنع عن إجراء انتخابات حتى هذه اللحظة، ما حدش عارف انتخابات هتتم إمتى، وهو الذي أعاد القتل مرة أخرى. فقط بالأمس فقط 3 شهداء بالدهس بالمدرعة وبالرصاص من الداخلية في مظاهرة كان واضح تماما لحد ما تم فضلها مظاهرة سلمية. حضرتك كنت في المظاهرات بالأمس أستاذ خالد على ما أحسب، أليس كذلك؟ كنت في المظاهرة طيب. بالأمس. هلا بقيت حضرتك معي أستاذ خالد لو سمحت. دكتور حسن أبو طالب، هل من تعليق المظاهرات التي خرجت بالأمس على الرغم من دعوات سنعود إليها بعد لحظاتنا الإخوان المسلمين للثوار لنبذ الخلافات وعودة الاصطفاف الثوري، قيل إنها لم تحمل صبغة الإخوان المسلمين وإنها خرجت عفوية تعليقا على هذا أو احتجاجا في الواقع على الأحكام التي صدرت بالأمس وعدم جواز النظر في القضية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين للرئيس الأسبق، فهل من تعليق على ما قاله الأستاذ خالد علي الآن؟ يعني ما أعرفه وما تبعته بالأمس أن جزء من هذه المظاهرات كان عفويا، تعبيرا عن الغضب من مضمون الحكم، وتعبيرا ايضا عن الغضب من بعض الامور التي يعني مشت عليها السلطه في المرحله الماضيه، لكن في جزء اخر ايضا كان منظما من خلال الدعوات التي جرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره ما بين الساعه 12 ظهرا حتى الساعه 6، هو الموعد الذي يعني قيل انه سوف يلتزم به الجميع ليكونوا في ميدان التحرير، وبالتالي في جزء منه كان منظم، او على الاقل في جزء منه كان مدفوعا بتنظيم وجدناه من خلال آليات التواصل الاجتماعي الإلكتروني. لكن دعينا أقول أنه علينا أن نفرق ما بين أمرين أساسيين. هذه المحاكمة لا تعني إطلاقا تبرئة نظام حكم مبارك على مدى 30 عاما التي استمر فيها أو أكثر قليلا، ولا كم المفاسد والتراجع والتدهور العام الذي حدث في مصر. هذه ليست تبرئة لهذا النظام، وإنما هي تبرئة لواقعة محددة وفقا لقرار الإحالة الذي حدد هذه الإحالة في حدود 5 أيام أو 6 أيام على الأكثر. نعم. وبالتالي فعلينا أن نفرق بين هذين الأمرين. إذا كنا نريد أن نحاكم نظام مبارك، أتصور أن هناك آليات أخرى ليس بالضرورة من بينها أن نتظاهر بطريقة تؤدي إلى عكس المطلوب. وأنا أتصور أننا الآن بحاجة إلى أن نفكر كمصريين جميعا وكل القوى السياسية، كيف نتجنب العودة مرة أخرى إلى ممارسات هذا النظام؟ هل من تعليق على ذلك يا أستاذ خالد؟ ممارسات هذا النظام، هو نظام لم يرحل. هناك استسهال لقتل المصريين عبر الرصاص من الشرطة، وهو ما حدث لنا بالأمس في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم وزارة الداخلية، مظاهرة سلمية وبشكل طبيعي، وكانت منقولة على شاشات التلفزيون وعلى القنوات الفضائية.
ثم تم إطلاق الرصاص على المتظاهرين وتم دهس أحد المتظاهرين. التظاهر يتم التعامل معه باعتباره جريمة، وأنا أمام نظام لا يتحمل أي نقد، لا يتحمل التظاهر السلمي، لا يتحمل الاختلاف في الرأي. ما هو المطلوب من الشباب؟ هل مطلوب من الشباب أن يجلسوا في بيوتهم؟ هل مطلوب من الشباب أن يروا التصالح مع رجال أعمال مبارك والحفاظ طيب على ثرواتهم؟ سيد خالد، قبل أن أتحول إلى الدكتور صفوت، من قبل دقائق قبل أن أدخل هذه الحلقة، هناك بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي كلف رئيس وزرائه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وهناك حديث عن لجنة الإصلاح التشريعي بتكليف من الرئيس بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية. فهل يدحض ذلك ما تدفعون به الآن؟ هل يكفي ذلك المتظاهرين للعودة إلى منازلهم؟ بالتأكيد، بالتأكيد هذا لا يكفي. اللي احنا محتاجينه هو المحاكمة العادلة والمنصفة. طيب، محاكمة بتقدم أدلة حقيقية. هناك تقرير تقصي حقائق، نعم، من لجنة قضائية شكلت بقرار رئيس الجمهورية، هذا التقرير لم يتم الالتفات إليه. هناك جمع للتهم في قضايا، يعني ايه متهم بقتل متظاهرين اضم اليه قضيه تصدير غاز في قضيه جنائيه واحده. طيب، هناك محاوله حقيقيه للوصول لهذا الحكم القضائي ومحاوله لتبرئه. طيب، انا حاولت التوصل من خلال وجهه نظرك يا استاذ خالد لرد الفعل، هل سيؤثر على شكل التظاهر الذي حضرتك وصفته بالعفوي والذي وصفه الدكتور حسن ابو طالب بان بعضه عفوي وبعضه منظم؟ اذا سمحتما لي اتحول الى التغطيه الاعلاميه لهذه الفكره، لو سمحت استاذ خالد ان تبقى معي، واتحول الان للترحيب بالدكتور صفوت العالم. دكتور صفوت، خليني اطلع حضرتك، وبالتاكيد انت طبعا اطلعت عليها قبلي، على بعض المنشطات في صحافة اليوم والتي تطرق إليه زميلي في تقريره. الأهرام تحت رئاسة مجلس إدارة الأستاذ أحمد السيد نجار تقول في منشط الرئيسي: محكمة الجنايات تفضح نظام مبارك، زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين تقاتلت على ثروات مصر. الأخبار: لماذا البراءة في قضية محاكمة القرن؟ الشروق: براءة مبارك والعدلي وقيادات الداخلية، فمن القاتل؟ وهكذا. هناك رؤيتان لهذا الطرح، البعض يرى أن هناك محاولة أو أن هناك خروج على السياق من الجرائد التي تعتبر شبه رسمية، إضافة إلى بعض الافتتاحيات النارية على بعض الشاشات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال، أتذكر منها افتتاحية للزميل أحمد خير الدين وطبعا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. والرؤية الأخرى ترى أن هناك تنسيق للنأي بالنظام الحالي عن النظام السابق في محاولة لما أشار إليه الأستاذ خالد علي للفصل بين النظامين. بداية أتصور أن التغطية الإعلامية اتسمت بالتأثر الشديد بالاتجاهات المسبقة لأصحاب وملاك ورؤساء تحرير هذه الصحف أو هذه القنوات، وحاولت الأهرام أن تبرئ ساحتها بأن تتحدث عن فقرة جاءت في الحكم فعظمت من شأنها وجعلتها المنشط، بينما المنشط الحقيقي هو الحكم بالبراءة. وبالتالي حاولت بعض الصحف أو بعض القنوات، يعني مثلا لما تأتي قناة صدى البلد وتحدث سبقا، أعتقد أنه أحدث تأثيرات سلبية باتصال مباشر مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من القيادات الأمنية التي حظيت بالبراءة. أعتقد أن بعض الممارسات الإعلامية كان لها دور كبير ليس في تأجيج بعض المظاهرات التي ظهرت تو الإعلان عن الحكم، ولكن أيضا في بعض الذين كانوا أقرب إلى الحياد، لأن التناول الإعلامي تناول لم يكن أقرب إلى الموضوعية ولم يعرض جانبي الموضوع، واتهم الثورة والثوار في بعض أشكاله بأنه ممنوع المظاهرات على حد تعبير بعض مقدمي البرامج الذين يتسموا بالأداء المعيب لو صح التعبير، أو الأداء الذي يتسم بالشطط أو بعدم الموضوعية. وبالتالي يعني وكأن بعض أقارب وأصحاب وأصدقاء وزملاء هؤلاء الذين قتلوا تعرضوا للقهر، فجاء التظاهر كرد فعل. وقد يكون البدايات الأولى للتظاهر كانت طبيعية وعفوية، لكن بطبيعة الحال عندما يجد
فصيل الإخوان المسلمين، قادة الإخوان يتعرضون اليوم التالي لمحاكمة ثانية، وهو أمر أنا أتصور كان يمكن تجنبه بإجراءات موضوعية. هذا التزامن عظم من إمكانية مشاركة وتفاعل قادة الإخوان سواء في الجامعات المصرية، جامعة القاهرة والأزهر وغيرها من الجامعات الإقليمية، أو في ميدان التحرير، وهو الأمر الذي اتهموا بعد ذلك بأن الإخوان تحاول أن تستفيد من الوضع القائم. أنا أعتقد أن التناول الإعلامي في الساعات التي تلت هذا الحكم كان أحد جوانب الإثارة، ولم يراعي بعض الجوانب النفسية والموضوعية في الحالة النفسية لبعض ذوي القربى وأقارب وزملاء هؤلاء الذين قتلوا في الفترة، أي إبان فترة. من ثم دكتور حسن أبو طالب، إلى أي مدى الأداء الإعلامي الحالي بشقي، سواء المعارض الذي يرى من جانب بعض الفئات المدنية والثورية أنه أصبح غير موجود، مضيق عليه لدرجة أنه أصبح تقريبا في حكم المنعدم، في مقابل الأداء الإعلامي الآخر الذي يرى برضو أنه يأتي في سياق الاتساق مع مصالح الدولة العليا، إلى أي مدى هذا الإعلام بشقي ساهم في رسم المشهد الذي رأيناه اليوم وأمس بعد النطق بالحكم؟ يعني أختي العزيزة، الإعلام في مصر خريطة معقدة، وهناك من يدافع عن النظام وهناك من لا يدافع عن النظام وينتقد النظام نقدا شديدا. وأنا أرى أن كثيرا من الإعلاميين يتصرفون باعتبارهم ناشطين سياسيين، يعكسون رؤية أيديولوجية ويعكسون أيضا بعض مصالح أو كل مصالح رجال الأعمال الذين يصرفون ويمتلكون مثل هذه القنوات الإعلامية، وفضلا عن بعض الجرائد التي اتسم أداءها بشيء من التوازن النسبي مقارنة بما جاء في القنوات الفضائية قبل بليلة. ودعيني أقول أن هذا المشهد لا يعني أن هؤلاء كلهم محسوبون على النظام. هؤلاء محسوبون، جزء منه بيدافع عن النظام بطريقته إلى الدرجة التي يسيء فيها إلى هذا النظام، وجزء آخر ينتقد هذا النظام ويتصور أنه بيفعل ذلك احتراما للثورة وللشهداء، وأنه من الأفضل في هذه الحالة أن يوجد مسافة كبيرة ويزيدها يوما بعد يوم بين نفسه وبين قناته وبين برنامجه وبين الدولة الجديدة التي تبنى الآن بشكل أو بآخر. نعم. وبالتالي دكتور الخريطة حسن. معقدة، ومن الصعب أن نقول أنه طيب خلينا نبسطها شوية وأطرح لحضرتك مثال واحد باعتبارك من يعني صناع الفكر في مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الرغم من المعرفة التامة بفصل السياسة التحريرية لجريدة الأهرام عن الجهاز الأكاديمي البحثي الذي حضرتك تعمل فيه وترأسه. كيف تعلق على منشط الأهرام اليوم؟ تحفظ حضرتك كيف ما شئت، بس كيف تعلق على عبارة في صدر الأهرام اليوم، تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول، أليس ذلك رأيا؟ يعني دعيني أفرق بين أمرين، بس يعني تحفظي هو أنني الآن لا أعمل في مؤسسة الأهرام إلا منتدبا في جهة إعلامية أخرى، وبالتالي أنا حينما أتحدث عن الأهرام أو غير الأهرام أتحدث عنها كباحث، كما أتحدث عن الشروق أو المصري اليوم أو الوطن أو أي برنامج في الفضائيات التي ذكرت حضرتك أمثلة منه. دعيني أقول أنه في كل مؤسسة صحفية لديها رؤية تتعلق بكيف تعبر عن نفسها بطريقة تتقرب من خلالها من وجهة نظرها مع الشارع. لا أحد يفعل أي شيء الآن إلا وفي ذهني الشارع والرأي العام، يعني إلى أي مدى سوف يرضى عنه. الحكم بالبراءة كان صادما لكثيرين، سواء الذين توقعوا هذه البراءة أو الذين لم يتوقعوا هذه البراءة وكانوا يتوقعون عكس ذلك وكانوا يرغبون في عكس ذلك. الأهرام حاول أن يوجد يعني مجموعة من العناوين المستقاة مما ذكره قاضي المحكمة الجنائية، ويعبر فيها من خلالها عن نقد شديد لأداء نظام مبارك، وبالتالي فكأن جريدة الأهرام هنا تتبنى مسؤولية النقد المباشر لنظام مبارك وتعتبره أنه يستحق المحاسبة الكلية بطريقة تاريخية وبطريقة سياسية وبطريقة إعلامية أيضا.
وبالتالي جاءت فكرة البراءة في العناوين يعني بعيدة نسبيا عما كانت عليه الجرائد الأخرى. نعم أستاذ خالد علي، فكرة الإعلام وتأثيره على الحراك الثوري المدني إذا ما صح التعبير في الفترة السابقة تحدثنا فيه أكثر من مرة، بس إذا كان لحضرتك تعليق على ما صاحب التظاهرات التي أنت شهدت عليها ونزلت فيها بالأمس واليوم، تعليق على الأداء الإعلامي سواء الذي انتقدكم أو الذي وقف إلى جانبكم، فأنا مستعدة لسماعه، تفضل. أنا أمام إعلام في أغلبه هو إعلام موجه سواء من السلطة السياسية عبر أجهزتها السيادية أو الأمنية من ناحية، أو من خلال مجموعة القنوات المملوكة لرجال الأعمال للدفاع عن مصالحهم التي ترتبط بالتأكيد باستمرار نظام مبارك واستمرار النظام الحالي في قمعه للحراك السياسي أو حتى الحراك الاجتماعي اللي موجود في هذا المجتمع، واستغلال فكرة مواجهة الإرهاب إلى الإتجار بفكرة مواجهة الإرهاب وزيادة القمع والتقليل من المساحات العامة المتروكة للشباب سواء في الجامعات أو في الشارع بغية مصادرتها لفرض حالة استبدادية وقمعية مرة أخرى هي في حقيقتها حالة ستظل مؤقتة ولن تتمكن من قمع حركة الشباب، لأن معاناة الشعب المصري هي معاناة حقيقية ليست حالة مصطنعة. خليني أستاذ خالد أيضا يعني أستغل فرصة أنك معنا ولك طبعا أكثر من موقف في الأيام القليلة الفائتة، مواقف قانونية أمام القضاء المصري فيما يتعلق بمحاكمات عدد من النشطاء على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة. اليوم هناك بيان للإخوان المسلمين يدعو الثوار إلى نبذ الخلافات وعودة الاصطفاف الثوري. أستاذ خالد، هل هناك من فرصة لعودة التيار الثوري المدني إلى جانب الإخوان المسلمين بعد أحداث الأمس، بعد الأحكام التي حضرتك ومن خرجوا في هذه التظاهرات تعترضون عليها؟ أعتقد أنه ما فيش فرصة الآن في هذا الأمر، وفي ظل التوقيتات اللي احنا شايفينها الإخوان المسلمين ارتكبوا جرائم لا تقل عن الجرائم اللي ارتكبها مبارك، وفي فترة حكمهم كانوا يحاولون التصالح مع الدولة العميقة ومحاولة احتوائها، فقامت هذه الدولة العميقة بالتهمهم جميعا. هناك جرائم من الإخوان المسلمين نرفضها، العمل معهم الآن أعتقد أنه عمل غير مطروع على الأقل فيما يتعلق بالحزب الذي أنتمي إليه وهو حزب العيش والحرية تحت التأسيس. طيب دكتور صفوت العالم، عودة إذا سمحت لي إلى دراسة بعض ردود الأفعال في الصحف المحسوبة على حلفاء لمصر في الخارج، من بينها الصحف الخليجية مثلا، الشرق الأوسط وبعض الصحف الكويتية، في رد فعل ربما يعني هو غير مستغرب من جانب كثيرين، تعامل مع الموضوع إما باحترافية في حالة الشرق الأوسط أو بكثير من الانحياز إلى الحكم باعتباره حكما إيجابيا. وأنا لست بصدد مناقشة الحكم بس بصدد دراسة هل هذا النوع من الدعم من الصحف الخليجية المحسوبة على تيار المساندة للنظام الحالي حصيف في الوقت الراهن، يعني يصب في صالح النظام الحالي ولا العكس؟ الحقيقة أن النظم السياسية الخليجية والصحف العربية الأخرى أعتقد أنها كانت تتبنى وجهة نظر سياسية عبرت عنها وقت ثورة 25 يناير، وجاء هذا الحكم يتماشى مع توجهات أنه رجل كبير خدم البلاد لمدة تصل إلى 40 عاما سواء كنائب للرئيس أو رئيس، وبالتالي علينا أن نحترم سنه ونرعى شيخوخته وغيرها من المسائل. لا بس أنا لا أتحدث عن النظام ما قبل السابق، أنا لا أتحدث على الحقبة ما قبل السابقة، أنا أتحدث عن الحقبة الحالية دكتور صفوت، عن النظام القائم حاليا. الحقبة الحالية تتماشى في الصحف العربية والخليجية مع فكر النظم السياسية الخليجية بأنها يعني كانت لا تحبذ سجن مبارك، وبالتالي هي تؤيد قرار البراءة، وبالتالي هي هذا القرار يأتي بعيدا عن أي انشقاقات أو أي مصالح ذاتية لهذه الدول، وهذه الدول أيضا تريد حالة من الاستقرار، ولا يمكن أبدا أن يتعرض حاكم عربي وأكبر دولة عربية للسجن أو العقاب، فهذا يمثل نموذج يمكن تطبيقه في هذه الدولة أو تلك، فهذا الأمر يعني لا يفضل ولا ويكون مستبعد ولا يتفق مع رؤية النظم الخليجية مع النظام الحالي بقدر ما يتوافق
مع النظم السياسية السابقة. نعم دكتور حسن أبو طالب، واضح أن حالة الاحتقان بين ما يسمي نفسه الصف المدني أو الثوري وبين النظام القائم حاليا، وهنا أستبعد يعني فكرة الأحكام، هذا منذ فترة ربما كللته أحداث الأمس، وصل إلى حالة من فقدان الثقة من الطرفين، وحساب النظام الحالي على النظام ما قبل السابق، ما قبل حقبة عام الإخوان المسلمين. ما هو الأفق الذي يمكن أن ننظر إليه في المستقبل المنظور في العلاقة بين هذين المكونين، نظام قائم حاليا وتيار يعني واضح أنه سيتفاعل أكثر في الشارع؟ دعيني أقول أن ليس كل الصف المدني يعني يقف ضد هذا النظام. كثير من مكونات الصف المدني الحالي يعتبرون أنفسهم من بنات هذا النظام. نعم. هم ينتقدون يعني بعض الممارسات أو لديهم تحفظات على بعض الممارسات، ولكنهم جزء من النظام الذي يعتبرون أنفسهم قد بنوه أو بدأوا في بنائه منذ 30 يونيو عام 2013. بالتالي نحن المكون الذي يرفض هذا النظام وينتقده ويحاول أيضا أن يعني يعمق فجوة عدم الثقة بينه وبين فئات محددة من الشعب المصري، لا سيما قطاع الشباب وهو الأكثر يعني حركية في هذه الأوانة ومنذ فترة طويلة، هو هذا النظام أو هي هذه الفئة التي ترى أن نظام الحالي هو امتداد لنظام مبارك، رغم أننا ضد هذه المقولة جملة وتفصيلا، ولدي الكثير مما أقوله في هذا الموضوع. ربما هناك بعض الممارسات التي تنتمي إليها أي دولة، نحن في الولايات المتحدة نرى عنف البوليس، والولايات المتحدة ما هي الولايات المتحدة رائدة من رواد الديمقراطية في العالم وتتحدث عن حقوق الإنسان كما نرى ونعلم. وبالتالي فممارسات الدولة في بعض الأحيان وفي كثير من الدول سواء ديمقراطية أو غير ديمقراطية، نعم، أحيانا تضر بالذين يريدون مساحة أكبر من الحرية والذين يريدون مساحة أكبر من النشاط السياسي، ويرون أنها مثل هذه القيود يعني تقيدهم وتمنحهم من الحركة التي يريدونها. بالتالي ليس كل المدنيين ضد هذا النظام، وليس كل الذين يقفون ضده يعتبرون من المدنيين. أستاذ خالد علي، هل من تعليق؟ في الحقيقة الكلام حوالين التيار المدني الداعم للنظام السياسي الحالي، أعتقد أنه هذا الدعم يتآكل تدريجيا بفعل السياسات الاقتصادية السيئة التي تزيد من دوائر الفقر داخل المجتمع، بفعل التصالح مع رجال أعمال مبارك والحفاظ على ثرواتهم التي كونوها من نهب ثروات هذا الشعب. كل هذه التحالفات تتآكل الآن، وأزعم أننا سنكون أمام خريطة جديدة على الساحة السياسية المصرية. تتشكل هذه الخريطة الآن، ربما تتضح معالمها بشكل واضح عقب انتخابات البرلمان. دكتور صفوة العالم، متى يتم مراجعة السياسة الإعلامية إذا حضرتك تجد أنه هناك ضرورة لمراجعتها بشكل أو بآخر؟ أنا أعتقد أن الإعلام المصري في حاجة إلى كثير من التشريعات التي تضبط أداؤه وتعيد توازنه، وأيضا تفصل بين بعض أشكال الملكية الشائعة في الإعلام المصري، وتحقق توازن بين العلاقة بين حقوق الرأي العام والتناول الإعلامي للقضايا والموضوعات، بعيدا عن أشكال من الشطط والافتقار إلى الدقة والموضوعية والمهنية. دكتور حسن أبو طالب، هل في ذلك الحل فصل رأس المال عن السياسة التحريرية؟ أنا أتصور أن موضوع رأس المال يحتاج إلى دراسة معمقة في مصر، لأن هناك حالة من حالات التشوش وحالة من حالات الإرباك. هناك من يقول أن الدولة تمتلك مجموعة من المؤسسات التي نصفها بالمؤسسات الصحفية سواء كانت إعلامية أو صحفية مقروءة، ولكن في نفس الوقت نحن نرى أن هذه المنظومة الآن هي ليست منظومة جيدة، منظومة تكاد تكون فاشلة جملة وتفصيلة. وأنا أتحدث هنا عن علم وعن دراية بصفتي يعني رئيس لمجلس إدارة واحدة من هذه المؤسسات القومية، وأرى ما تعانيه مثل هذه المؤسسات من يعني معاناة ومن تجريف للعقول والإمكانيات عبر سنوات طويلة. وتصور أيضا أن الملكية الخالصة لرجال الأعمال أو للقطاع الخاص لعدد من المؤسسات الإعلامية المقروءة أيضا لابد أن يكون مقيدا بقيود قانونية واضحة، حتى لا يكون هناك تأثير من رجال الأعمال ومن المصالح الخاصة على التوجهات الإعلامية لهذه المؤسسات. أستاذ خالد علي، الوجوه التي غابت عن الإعلام في الفترة السابقة، هل لا يزال هناك وقت أو فرصة أو مجال لعودتها دون أن تتعرض لما تتعرض له ليس من السلطة إذا كنت تذهب إلى أنها تتعرض لقمع من السلطة أو لتضييق، وإنما من الرأي العام الذي أصبح غالب على يعني انتقادها؟ الذي يشكل الرأي العام هو الإعلام الحكومي في معظمه وإعلام القطاع الخاص.
وهناك لفت من الأسماء ممنوع عليها الظهور في القنوات الفضائية للتعبير عن وجهة نظرها، حتى المذيع أحمد خيري الذي قال إحدى العبارات في مداخلته أو في نشرته بالأمس. هناك أخبار تتردد عن أحمد خير الدين عن أن قناته قامت بتحويله للتحقيق معه في وقائع ما ذكره في هذه النشر. وبالتالي أنا أمام نظام لا يتحمل وجهة النظر الأخرى ولا يتحمل أن تكون هناك معارضة حقيقية لي، وكل أدواته في هذا الأمر هو تشويهها وصواب الخيانة طارة وبالعمالة طالة وبالبلطجة طارة أخرى. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا في هذا النقاش اليوم من القاهرة المحامية الأستاذ خالد علي، شكرا جزيلا لك. من القاهرة أيضا الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. وأيضا من القاهرة الدكتور صفوة العالم الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، شكرا لكم. العالم هذا المساء متواصل معكم في